ما حكم ساقطة الجنين مثل النفاس في الطهارة؟ يعني السقط وهو أن تسقط المرأة جنينها قبل الولادة، وفيه تفصيل. إذا أسقطت آدميا فهذا نفاس، وتنتظر حتى ينقطع الدم ثم تغتسل وتصلي. وإذا أسقطت قطعة لحم ليس آدميا فهذا ليس بنفاس، وبالتالي تغتسل وتصلي مباشرة حسب ما تسقطه. وكيف نعرف آدم؟ صورته. إذا أسقطت جسدا له رأس ويدين ورجلين هذا آدمي، فهذا فيه نفاس. إذا أسقطت لحم لا يتبين منها صورة آدمي فهذا ليس بنفاس، وبالتالي تغتسل وتصلي، والله أعلم.